في أجواء تاريخية تفوح بسحر الماضي، استقطب مهرجان تراثي جرى في مدينة أربيل آلاف الزوار، حيث ضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية التي تعكس مشاهد من الحياة اليومية للسريان في العراق. في هذه الحلقة من أربيل نتحدث عن فعاليات مهرجان التراث السرياني وما تحملها من الأصالة في أعطافها. هكذا بدأ أحد الشوارع العامة في بلدة عنكاوة ذات الغالبية المسيحية بمحافظة أربيل، في مشهد يحمل عبق التاريخ ويسرد ذكريات الأسلاف من خلال عرض ثراء التقاليد والتراث والثقافة للسريان الذين يعدون أحد مكونات الشعب العراقي. الناس التي تعمل في مجالات التراث هذه لديهم منتجات، هذه المنتجات تحتاج إلى بيئة خاصة لترويج هذه المنتجات. اليوم خلقنا هذه البيئة لتسويق منتجات التراثية، وذلك لإحياء هذا التراث وعدم اضمحلاله، وذلك لكي نعطي رسالة مهمة وننقل هذا التراث العريق إلى أجيالنا القادمة. وأيضا إن التراث السرياني بكافة مدلولاته أعطى للثقافة العراقية كونه جزءا مهما من التراث العراقي والثقافة العراقية، أعطى للعراق كثير من رواد مسرح وحتى الموسيقى وحتى التراجم للغة العربية. حرصنا أن تكون هذه المشاركات من مختلف مناطق سهل نينوى ومن عنكاوة ومن دهوك ومن جميع مناطق أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ومن العراقيين الأصلاء المهتمين في الروح النهرينية والتراث السرياني. طبعاً المشاركة هي متعددة من كل كافة المناطق، ولدينا مشاركة متميزة من سهل نينوى. أبينا أن يكون هذا المهرجان مهرجاناً ضخماً ومتميزاً لكي نعطي رسالة حياة، نحن باقون وتراثنا سوف يبقى رغم أنوف الحاقدين ورغم أنوف دواعش والإرهاب الذي دمر هذا الإرث الحضاري النهريني العراقي، ولكن اليوم هنا نثبت إن هذه الحضارة وإن دمروا جزءا منها ولكنها باقية في قلوب وعروق أبنائها. الزائر أينما ينظر يجد رسومات وأعمال حرفية ويدوية ومأكولات وعادات وطقوسا مصاحبة بالزي الخاص للشعب السرياني الكلداني الآشوري، ممثلة مختلف الحقب الزمنية على الامتداد الجغرافي للعراق، ليؤكد أن هذا الشعب له تاريخ وحضارة في وادي الرافدين منذ القدم. طبعاً شفت بالمهرجان كثير من الأشياء اللي أنا من الطفل أشوفها، هسا أشوفها هنا موجودة، يعني هواية أشياء موجودة وحالياً منقرضة ماكو. مهرجان حلو، يعني مندهش واحد من يشوف هيك شغلات قديمة يجي يتذكرها، يتذكر طفولته، يتذكر آباء أجداده، يتذكر بأنه كانوا يشتغلون هاي الشغلات وعندهم هيك تراث حلو. المخزون التراثي والمعرفي لدى المشاركين تثري وتؤصل حب التراث في نفوس جميع الشرائح سيما الشباب، وكل منهم يعبر عن ذلك بطريقته الخاصة ولكن ضمن التراث حصراً. هذا زي هو يعود للقرى مال سهل نينوى وبالأخص تحديداً قرية كرمليس اللي هي قريتي، يعني أصلي من كرمليس، هذا الزي مالتهم. وطبعا اللي اهل قبل كانوا يعني خاصه هاي
نسميها بوشية إحنا، هاي بيها شغلات كلش يعني تطريزات وشغلات. لابسة زي خمالة وزي آشوري. هو البي الفستان العادي يعني كعملي اللي كانوا يلبسوه، وعندنا اللي يسموه ياسة، وعندنا قردنة يسموه، وهذا التيتا هو، وعندنا البوشية. شنو هاي الرموز الداخلة بايل بايل ألبستنا؟ فهاي عمرها بين 65 70 سنة، تشوف بيها بيها شجرة الحياة. أنا مسوي شجرة الحياة بس مسويها بطريقة أحلى من هاي وأوضح. فبيها هاي أنا سألت نسوة شنو هاي، قالوا لي خاتم نبي سليمان. الرمز الآخر اللي هو صليب آشوري تلقاه بركبة ملك الآشوري آشور ناصر بال وملك آشوريين. المفهوم ماله الاتجاهات الأربعة حسب المعتقد ماله بوقتها، كانوا يطلبون الملوك يطلبون من إله آشور يعطيهم رخصة حتى يحكمون الاتجاهات الأربعة شرق غرب شمال جنوب، توسع إمبراطورية ضخمة. هذا المفهوم ماله. شاركتي بهذا العمل، هذا الآلة كان من مسيحيين قضاء كوسنجاق ومسيحيين عنكاوة سابقا قبل كان يشتغلون بهذا الجهاز، هذا الدولاب، فكان يشتغلون يودوا بالأخير يكملوا مثل هذا، يودوا الموصل يبيعوا، أهل الموصل يبيعوا للخيام، يسوقوا للشغلات الأخرى ما البدو ما بدو كان يستعملوا. فهذا الجهاز باقي تراث، تراث المسيحيين ومسيحيين كوسنجق ومسيحيين عنكاوة سابقا كانوا يستعملوا، هسه ما باقي هذا، فهذا الجهاز باقي بالمتحف مالت العنكاوة. ستيف الشاب الذي كان حاضراً في جميع أجنحة المهرجان، ويمكن اعتباره الشخصية الأكثر تفاعلاً مع أجواء الفعاليات، وهو مصمم أزياء تراثية وفولكلورية. جناح ستيف لم يفرغ من الزائرين، الأمر الذي دفعنا إلى الفضول لمعرفة تفاصيل عمله، وبعد الحديث معه تبين أنه يمتلك ورشة صغيرة في منزله الذي يقع وسط بلدة عنكاوة. إذن على فريقنا الانتقال إلى تلك الورشة في صبيحة يوم الثاني من المهرجان. هذا المكان طبعا هو غرفة من البيت، كثر عندي الأشياء فما أعرف وين أخليها، قمت احتليت الغرفة سويتها ورشة خاصة لي للشغل وللناس اللي يجون، حتى أكو ناس يكون عندهم أزياء ما يعرفون يلبسوها يجون يمي أني أساعدهم شلون يلبسوها. فهذا هنا عندنا هسه، هذا هنا قسم التطريز وعرض الأزياء، تمام؟ فهنا الشغل كله يكون يدوي، ما عندي لا ماكينة هنا ولا شيء، كله أبرة وخيط. هذا الشاب يسعى بإمكانات متواضعة إلى حماية التراث وثقافة الشعب العراقي بكل مكوناته، فهو لا يفرق بين أحد. وفعلا وجدنا في ورشته أزياء وحلى لا تخص جماعات بعينها، فرسالته واحدة وهي الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال المقبلة بطرق ووسائل متنوعة، لما للتراث من أثر في فهم الآخر ونشر قيم التسامح بين الشعوب. حبينا نعكس للعالم كله الفلكلور اللي عندنا بالعراق، لأن الدنيا كلها تدور وراء الفلكلور، وإحنا يمنا هذا الموضوع بلش ينقرض ينتهي، لأن اللي يشتغلون به صاروا كلش قليل. فحسب قدراتنا البسيطة بلشنا شوية شوية نعكس صورة حلوة وندور على الأزياء القديمة والصور القديمة حتى نقدر نطبعهم بنفس الموديل ونفس الستايل والعالم كلها تشوفها، وده نخلي أكبر عدد من الشباب والصبايا
بوقت الحفلات تخرج او مثلا يكون عندنا مهرجان او معرض يلبسون هاي الازياء حتى يشجعون العالم يشوفوها. والحلو انه نشوف اقبال عليها من الناس اللي عندنا داخل العراق وخارج العراق وده يصير طلب عليها. وبنفس الحاله قدرنا نخترع اشياء جديده نفس الشغل نفس طرق نفس الموديلات نفس الالوان ده نعكسها على ملابسنا اليوميه. يعني نقدر نفس النقشات مو شرط تكون بالزي الفلكلوري، نقدر نسويها على قميص او جينز او بانترون او اي شيء. فنشوف انه الشباب بلشوا يحبون الوضعيه وصار يطلبون هم يسوون موديلات جديده ويقول نفذوا لنا اياها. فهذا الشيء اكيد ده يشجعنا حلو، واللي يشجعنا اكثر موضوع المعارض والبازارات اللي تصير يمنا هنا باربيل، اشياء كلش حلوه وطريقه العرض ده تكون كلش راقيه والناس ده يجون ده يحبون هذا الموضوع. أني شغلة استلمتها كهواية إلي، فأني شغلة تعجبني، إيش وقت أربح بيها؟ من يجي لي واحد يشتري قطعة من عندي هذا دا يكون مربحي طبعاً، والربح دا يكون شيء كلش قليل، لأن إحنا دا نستعمل الخامات الأصلية المنسوجة يدوياً، دا نرجع نشتغلها بالإيد، فدا تأخر علينا هواية، وأني وحدي أشتغل، أكو بنية تشتغل وياي، بس هي مستلمة جزء من الشغل وأني جزء، فمدى نقدر نلحق؟ نشتغل قطع هواية حتى يكون عندنا مبيعات قوية. وثاني شيء هو أصلاً السوق ده تشوفون أنتوا الوضعية هالأيام شوية ماكو ذاك السوق القوي وأكو مشاكل بالفلوس، فنضطر نرجع ننزل السعر شوي حتى نبيع، فالربح ده يكون شيء كلش قليل، بس الدافع مالتها أنه إحنا حابين الشغلة. وبالعودة إلى أجواء المهرجان، فالاحتفالات الموسيقية والفنية المصاحبة للدبكات الكردية السريانية يملأها جمهور متفاعل مع الحالة أكثر من المنظمين أنفسهم. نساء يشاركن في المهرجان في جانب تراثي يتعلق بطريقة الطبخ الحي التفاعلي لأبرز المأكولات التي اشتهر بها السريان مع استخدام بعض الأدوات التي كانت مرتبطة بالحياة اليومية آنذاك، كما هو الحال مع التنور والأدوات المصاحبة لها، والذي اقترن بعمل الخبز والمعجنات وكل شعب على طريقته. سعاد المالح، السيدة التي تطوعت للإشراف على جناح أو خيمة خاصة بهذا التراث خلال فعاليات المهرجان، أوضحت الفرق بين السريان والشعوب الأخرى في هذه الحرفة التي ما زال هناك من يتمسك بها حتى اللحظة. هذا التنور قبل كانوا يسوون من الطين ويسوون به نار، يعني يفخروه يصير مثل الفخار، بعدين نخبز بيه، كنا نخبز بيه خبز رقاق، وبعدين نسوي هذا الخبز بالسمسم ونخلي بيه دهن هذا العجين ونسوي هذا ناكله ويا الشاي. احنا قبل ما كنا نسوي برغول
من كنا نكمل كل شيء ونسوي برغل هذا خشن وهذا ناعم وهذا اللي يبقى جوا ويا الطحين ناخذ الخشن مال الطحين نغسله ونخلط وياه شويه طحين وبصل وفلفل وبهارات ومعدنوس. هاي الاكلات مرات يسووها مرات ما يسووها، هسه قليل يسووها، بس بسهلنا هو اكثر شيء موجود. او بالجبال الاشوريين اللي الموجودين بالقرى القريبه من تركيا ومن هاي من ايران كلهم يعرفون يسووها هاي الاشياء. كلهم هذول الشابات دي يجون ياخذون صوره ويا التنور لان ما دا يعرفون شنو، لان ما شايفين. احنا بوقتها كنا نسوي، بس هسه الجيل الهسه ما شايف. وقت الحصار الناس كلها كانت تخبز بالتنور او بالصاج. اكو بعد من يسوي التنور وموجود بكل مكان وين ما تريد، صغار كبار انواع الحجم. اما السيده ام ريفان التي حجزت ركنا لها في المهرجان فتذكرت كيف كانت نساء الحي او المنطقه تتفق على تحميه التنور ومساعده بعضهن في حقبه زمنيه كانت الروابط الاجتماعيه اقوى مع بساطه الحياه. طبعا عشنا بهالايام ايام العز، هذا ايام الخير ايام النعم. هسه كل شيء ما ظل، لان ماكو كبير وصغير. قبل هذا الزمان كان اكو كبير وصغير، كان اكو احترام، كان اكو محبه، كان اكو تعاون. الجيران كلهم يتماسكون فد شو اسمه ويجون يشتغلون سوا، كانوا الجوارين الى ان يخلصون يضحكون يسولفون يضحكون. اتذكر امهاتنا كانوا خواتين، مو نحن خواتين، امهاتنا كانوا خواتين. المهرجان عكس لمحات من التراث الثقافي لشعوب أخرى إضافة إلى السريان لكي تستعرض جانباً من موروثها الشعبي. هنا في هذا الجناح المتخصص لعرض نماذج من الأعمال اليدوية للأيزيديين تقف نجاة طوال فعاليات المهرجان، وهي تلبس الزي الخاص بطائفتها، تستقبل الزائرين بابتسامة تفوح منها رائحة الأمل رداً على كل من سوق لنفسه محو هوية شعب تمثل جزءاً أساسياً من ثقافة هذه البلاد. الفيري روجا دوية اش مهرجانا تراث سرياني بو يا مسيحيا بو. نحن نشارك في مهرجان التراث السرياني من خلال عرض أعمالنا اليدوية التراثية الخاصة باليزيديين بين كل هذه المعروضات التي تتعلق بالمسيحيين حصراً. وأنا كفتاة يزيدية حضرت إلى هنا نيابة عن بعض السيدات والفتيات اليزيديات، وجلبت معي بعض النماذج من المفروشات والمنسوجات اليدوية التي تتعلق بتراث مناطقنا وطائفتنا. من أو كارويين أيكو أمني شخالكي بدن أو كتجنيت إد أوارا إف كاركري وأفهمي كاريوانا كاري دستي. أتمنى أن يستمر التعايش السلمي والجماهيري في كردستان، وأنا حضرت إلى هنا لهذا الغرض، فأنا فتاة يزيدية ومعي فتاة أخرى مسلمة من دهوك، نشارك هنا مع إخواننا المسيحيين ونبعث رسالة محبة إلى العالم بأسره، ونبين بأننا بشر لا فرق بيننا، فكلنا تعرضنا إلى الإرهاب الذي حاول التفرقة بيننا بكل الطرق، ولكن كما تلاحظون نحن باقون كأقوام وشعوب، والإرهابيين انتهوا من الوجود. نجاة تمثل مجموعة فتيات نزحنا إلى محافظة دهوك
بعد أن استولت عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم في محافظة نينوى، وأسسوا معملاً لصناعة النسيج اليدوي بالاعتماد على تراث وثقافة أسلافهم. رسالتي إلى كل الخيرين من داخل كردستان وخارجها أن يدعموا النازحين اليزيديين وخاصة زميلاتي الفتيات والسيدات اليزيديات اللواتي ينتجن هذه الأعمال الجيدة بأناملهم ويعملن يومياً لثماني ساعات متواصلة، وفعلاً قليلا من الدعم سيشجعنا أكثر ويعوضنا عن الخسارة التي تكبدناها من داعش الإرهابية. ولا ننسى أن هكذا فعاليات هي فرصة لنا لعرض منتجاتنا. ومن معروضات الشعوب الأخرى التي شاركت في فعاليات المهرجان هي الأهازيج والدبكات الفولكلورية لفرقة آمانج عفرين على خشبة المسرح الذي تم تشييده لإقامة هكذا فعاليات، إضافة إلى عروض مسرحية وفنية وأدبية. يعني هذه المشاريع هي مشاريع مهمة ولكن تحتاج إلى دعم دولي، فنحن يجب أن نكون في تواصل كامل مع المنظمات الدولية وبالتعاون مع جهات المعنية الحكومية إن كانت في المركز وفي الأقليم، لكي نقوم في مشروع مهم أن يكون هناك إرجاع ما تبقى أو المحافظة على ما تبقى بالإرث الحضاري، لأنه هذا إرث الجميع وانتماؤنا إلى هذا الإرث هو انتماء حضاري. إحنا من كنا نشتغل بكويا، يعني إحنا مثل ما يقول أقلية قليلة بكويا سنجاق، بس عندنا يعني أصدقاء وعندنا ناس من أهل كويا، من جماعتنا إخوتنا الكرد موجودين بكويا، يعني صداقة حلوة، ويا ريت لو كانوا يشاركونا بهيك مهرجانات، يشوفون أكو من أعمارنا يشوفون نفس الشغلة يتذكروها، يعني يقولون صدق يعني هاي هذا تراث. هذا الجيل الجديد ما يعرفون دولاب شنو، ما يعرفون شعر وشغلات هيجي. فكنا والاخ ابن خالي هم نفس الشيء سوى انا وياه كنا. فدا نشرح لهم اللي يجون دا خاطر يعرفون هذا الاله الدولاب شنو، لويش نستعمله ويش بهاي الشغلات. التراث السرياني يمثل ثقافة شعب عمر وكون مجتمعات متحضرة في العراق، وهذا المهرجان بكل تفاصيله رسالة من القائمين على تنظيمه بأن التراث وحده يحفظ كيان الأمة وبقائها واستمرارها مهما تعرضت إلى هجمات خارجية تسعى إلى تحويل حضارة الشعوب إلى أكوام من التراب.